مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. يسرنا الان ان نستضيف مارتن جريفيثس، وكيل الامين العام للشؤون الانسانيه ومنسق الامم المتحده للاغاثه. مستر مارتن جريفيثس، السيد مارتن جريفيثس، وكيل الامين العام للامم المتحده للشؤون الانسانيه ومنسق الامم المتحده للاغاثه في حال الطوارئ. مرحبا بك العربيه سيدي. شكرا طال لي سر ان اكون معكم. اود ان ابدا بافغانستان. حققت افغانستان تقدما جيدا في مؤتمر المانحين يوم 13 من سبتمبر في جنيفا، حيث وصلت التبرعات اكثر من مليار و100 مليون دولار. صف لنا التبرعات التي قدمتها الدول العربيه من منطقه لإخوانهم وأخواتهم المسلمين في أفغانستان. لا أستطيع أن أخبرك عن إجمالي المبلغ لأن التعهدات لم تستكمل بعد، لكنني سأحدثك عن الاهتمام الذي شهدته من المنطقة. عندما زرت كابول بالتأكيد سافرت إلى هناك من قطر حيث ساعدوني في مسألة الدخول والخروج، وكما تعلم فنحن نعرف بعضنا البعض بشكل جيد وتحدثنا عن باقي دول الخليج، وقد أبدت دول الخليج اهتماما كبيرا بمساعدة الشعب الأفغاني، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، فإن دول الخليج طالما كانت في غاية الكرم، وقد شهدت ذلك بيوم عيني في اليمن في السنوات الماضية، وهذا لا يفاجئني. غير أن السؤال الذي طرحه الجميع في المؤتمر هو إذا ما تبرعنا بالأموال هل ستنفق بالشكل المناسب لمنفعة الشعب الأفغاني؟ هذا هو السؤال الأهم، ولا شك بأن إجابة السؤال لأغلبيتهم كانت نعم، والنتيجة كانت مدهشة، حيث جمعنا أكثر من مليار ومائة مليون دولار، وما علينا الآن سوى إيصالها. حذرت الأمم المتحدة أن من انخفاض مستوى معيشة 97% من الأفغان إلى دون مستوى خط الفقر بحلول نهاية العام الجاري. هل ستتمكن الوكالات الأممية من التكفل باحتياجات الشعب الأفغاني، وإلى متى؟ هذه النسبة ظهرت في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهذا الأمر وارد سيحصل إذا لم نقم بأعمال معينة. لكن ما هي هذه الأعمال؟ وهنا يأتي دور الأموال التي جمعناها في 13 من سبتمبر خلال مؤتمر إعلان تعهدات يقولون بنهاية العام. نعم، على القيام بأمور معينة خلال هذه الفترة، لدينا برنامج على مدى 4 أشهر، وعلينا إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطارئة للنازحين وحماية الغذاء وغيرها. كما علينا القيام بأمور أكثر تعقيدا مثل المحافظة على توفير الخدمات الأساسية للشعب الأفغاني. فمثلا هنالك ما يصل إلى نصف تعداد السكان من الأطفال من تبلغ عمرهم أقل من 5 سنوات يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية، فنستطيع أن نحل دون حصول ذلك من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة والتغذية المناسبة، فنحن بحاجة للأموال. قال عديد من قادة العالم بأنهم يريدون أن يروا أعمالا إيجابية من قبل الطالبان وليس فقط الكلمات، وبعد ذلك سيقومون بتمويل عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان. ما رأيك بذلك؟ هل يمكن تحقيق ذلك؟ كما تعرف طلال، المساعدات الإنسانية بطبيعتها غير مشروطة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء زيارتي لكابل، حيث رغبت بمخاطبة قادة طالبان حول المسائل التي ستحدد الاستجابة الدولية لأفغانستان تحت قيادتهم الآن. وقد تحدثت بشكل خاص حول حقوق المرأة والفتيات، كما تحدثت عن استقلالية الوكالات الإنسانية، وبدورهم قدموا لي الالتزامات التي تعرفها والتي أعلن عنها في المؤتمر. المساعدات الإنسانية قد تكون غير مشروطة، ولكن هذا لا ينطبق على أشكال أخرى من المساعدات، وقد عبر كل المتحدثين 80 في المؤتمر عن رغبتهم برؤية طالبان تعمل بما يتوافق مع الأعراف الدولية. وفي الحقيقة نحن نريد أن تعود أفغانستان إلى المجتمع الدولي كدولة مزدهرة ومستقرة، وهذا لن يتحقق إلا باحترام الشعب الأفغاني وحقوقه وتأسيس حكومة شمولية والحوكمة. هذا هو المطلوب. المساعدات الإنسانية تأتي في المقام الأول، وهي نقطة الدخول الأولى للمجتمع الدولي، وهنا تكمن مسؤوليتنا، ولكنها لا تنتهي عند هذا الحد أبداً.
ويجب أن نشهد امتثال وعمل طالبان بما توافق مع الالتزامات التي وعدوني إياها عندما زرتهم. خلال زيارتك مطلع هذا الشهر لأفغانستان ولقائك بقادة الحركة، ما الضمانات التي حصلت عليها للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية من دون إعاقة للمحتاجين إليها؟ وجهت خلال المؤتمر رسالة إلى قادة طالبان، أكدت فيها خطيا الالتزامات الشفوية التي وعدوني إياها عندما كنت في كابل، والسبب هو رغبتي بمعرفة المؤتمر بذلك، والسبب الأهم ربما هو لأنني أردت أن تحصل كل وكالة إنسانية تعمل في أفغانستان على نسخة من تلك الرسالة التي ذكرت استقلالية الوكالات الإنسانية في العمل وكذلك في التوظيف وحق الرجل والمرأة في العمل في تلك الوكالات، كلها التزامات قدمها الملا باراتا وأطرت في تلك الرسالة. وبالإضافة لذلك أردت أن تنص كل الوعود الخاصة بحقوق المرأة والفتيات في تلك الرسالة، وهذا ما فعلوه. ولكن هذه مسألة هامة جدا، هنالك شرط كبير وهو أن كل هذه الحقوق ستصان وتحمى في ضوء ديانة وفكر أفغانستان. لا شك بأن هنالك الكثير من العمل الذي لم ينجز بعد، هذا أقل ما يقال، ولكن منذ استلامنا لتلك الرسالة ونحن نعمل على تحويل تلك الوعود إلى توجيهات مطبقة على أرض الواقع. عملنا مع سلطات طالبان حول البلاد لنقول لجماعاتهم أنهم لا يحق لهم دخول مكاتب منظمات غير الحكومية، ولا يستطيعون منع النساء من العمل، ولا يحق لهم منع تلك القافلة من التحرك. وفي هذا الخصوص حققنا تقدما ملحوظا إلى الآن، لكننا وكما تعلم لم نشهد التقدم بنفس المستوى على صعيد حقوق المرأة والفتيات في التعليم والتوظيف والتحرك. هل تقول لي بأن النساء العاملات في خدمات الأمم المتحدة الإنسانية في أفغانستان موجودات الآن على أرض الميدان؟ ليس فقط الأمم المتحدة، لقد ذهبت نيابة عن المجتمع الإنساني والذي يشمل عددا أكبر بكثير من النساء العاملات من منظمات غير الحكومية الدولية والأفغانية. وفي الحقيقة فإن غالبية هذه المنظمات غير الحكومية التي تعمل في أفغانستان هي أفغانية، وبلغ عددها 156 منظمة أو شريك حسب وصفهم، وكل هؤلاء الأشخاص والنساء العاملين في تلك المنظمات محميين من حيث المبدأ بالالتزامات التي قدمت لي. هذا من حيث المبدأ، فهمت، لكن على الأرض هل هنالك نساء عاملات؟ في بعض الأماكن نعم، وفي أخرى كلا. وما شاهدناه، وهذه مسألة ناقشتها في كابل، هو وجود تجارب متفاوتة جدا عبر أفغانستان. في بعض المناطق التي سيطرت عليها طالبان بشكل أقوى نجد النساء يعملن، ولكن هذه ليست هي أهم مسألة المناقشة، ولكن مسألة مهمة. نحن نتحدث عن 50% من القوى العاملة، إنها مسألة مهمة ولكنها ليست المسألة الوحيدة التي أكدت عليها. فاستقلالية العمليات مسألة مهمة أيضا. لاحظنا ممارسات مختلفة في بعض المناطق ولم ترتقي للدرجة التي نرغب بها، وهناك تدخل ونجدها أفضل في مناطق أخرى. وما قالته طالبان لي خلال زيارتي هناك، وكما تعرف كانت زيارتي في فترة مبكرة جدا، هو أنهم يجب أن يتعلم المزيد عن الحكم، فهذه مسألة جديدة ولم يجربوها في الماضي، أنهم يجيدون القتال وليس الحكم، ويجب أن يتعلموا كيف يكونوا بارعين فيه. صف لنا انطباعاتك عن أفغانستان قبل وبعد زيارتك لها، وهل تعامل حكومة طالبان الشعب الأفغاني بإنصاف؟ لا أعتقد بأنهم يعاملون الشعب الأفغاني بإنصاف أبدا إلى الآن. زرت أفغانستان عام 1998 للتفاوض مع طالبان خلال توليهم السلطة آنذاك، وأغلب تلك المفاوضات لم تنجم عن أي نتائج مرجوة. وخلال زيارتي الأخيرة توقعت مواجهة نفس الصعوبات، ولكنني أدركت بأن أسهل طريقة هي التحدث بشكل مباشر وبإصرار، وكان من السهل لهم أن يقولوا بأن رؤيتهم للأمور الآن تختلف عن رؤيتهم التي كانت عليها في الماضي، وباتوا يدركون أهمية الدعم الدولي وضرورة إعادة فتح البنوك وخدمات دعم الشعب، لأنهم الآن بالمناسبة هم المسؤول عن تحقيق كل ذلك، وعلينا أن ننتظر ومتابعة أدائهم في إدارة البلاد والاهتمام بشعبهم. بالنسبة لنا العملية معقدة
المعقده، فنحن نعمل معهم على اساس مبادئ معينه، ويجب ان اصر على هذه المساله يا طلال. نحن نتعامل معهم بخصوص طموحات شعبهم، ونتمنى جميعا ان يحصل الشعب الافغاني على نفس ما تطمح اليه كافه شعوب العالم. وبالنسبه لنا لا يهم من هو الحاكم. لن يتحقق الاستقرار في تلك المنطقه من دون تحقيق هذه الطموحات. لن يتحقق ذلك غدا ولا بعد غد، لكن لابد ان يتحقق ذلك في الوقت المناسب. هناك مسائل اساسيه لها صله بالازمه، مثل منع انتشار المجاعه وحمايه المدنيين، والتحديات التي تواجه المساعدات الانسانيه والمساعده والدعم للاقتصاد المنهار. ما هي الخطط لمعالجه كل هذه المسائل؟ أوجه كلام التالي لمنطقتكم يا طلال. لقد كانوا كرماء وقد مولوا خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية اليمنية بشكل جيد، لكنها لازالت بحاجة للمزيد من الدعم. لماذا؟ أولاً للأسباب التي ذكرتها الآن. الاقتصاد الآن يواجه أزمة حادة ولم نتخلص في الحقيقة من المجاعة، كما أن الحرب أيضاً لم تنتهي بعد. وقد سمعت بأن المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حالة الطوارئ، وهذه تطورات خطيرة جداً. لننتقل للحديث عن أثيوبيا. في شمال أثيوبيا النزاعات مستمرة منذ شهرين، وقد انتشرت إلى خارج نطاق تيغراي لتصل إلى أمهرة، وتسببت بزيادة حادة في احتياجات المدنيين، مع استمرار التعقيدات في إيصال المساعدات الإنسانية. بعض مواد الإغاثة منعت من المرور، وهنالك شحة في الوقود، مع العديد من نقاط التفتيش على مدى طرق إيصال المساعدات. ما الذي تفعله الأمم المتحدة للاستفادة من قدراتها لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لهؤلاء الأشخاص؟ أولاً، منذ فترة طويلة ونحن نجري عمليات لوجستية وصولاً لتيغراي وشمال أثيوبيا، حيث غالبية المحتاجين المساعدة لا يزالون يسكنون هناك. ومعنا إيصال المساعدات كما ذكرت كان معقداً ولأسباب عديدة علاوة التي وصفتها، إلى جانب الحرب المستمرة وعليهم اجتياز الحدود، ونحن نعرف ما شاهدناه في سوريا ومناطق أخرى. هذا الأمر معقد، إلا أن الوكالات الإنسانية منحت الأولوية لتلك المنطقة، ولطالما قلت بأنه بحاجة ل 100 شاحنة يومياً للمحافظة على رفاه شعبهم أو سكان تيغري، وهذا لم يحصل أبداً. هذا الأمر سيء، ونخشى كما ذكرت من أن النزاع الذي أشرت إليه سوف ينتشر إلى مناطق أخرى من أثيوبيا ليشمل سكاناً آخرين خارج تيغراي وأمهارة وسكان آفا، وهذا أمر مقلق جدا. ولذلك فإن الوكالات الإنسانية تخطط لمواجهة هذه الاحتياجات المتزايدة التي بدأت تنتشر إلى مناطق أخرى من أثيوبيا. ناهيك عن المخاطر الناجمة عن ذلك والتي تواجه نسيج الدولة، علينا أن نستشرف المستقبل لمعرفة ما سيحصل في أكتوبر وفترة ما بعد الانتخابات، وكذلك في الأشهر التاليها، مثلا في نوفمبر بعد تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل توقع مصدر أكبر الاحتياجات الإنسانية وكيف تطبق وأعمل اللوجستية مع تلك الاحتياجات. أعتقد بأن الوضع في أثيوبيا يمثل أصعب أزمة إنسانية في العالم اليوم، وأكثر ما يقلقنا. السيد مارتن جريفيث، وكيل أمين العام المتحدة شؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، نشكرك على وقتك ونتمنى لك وافر الحظ في منصبك الجديد المليء بالتحديات. شكرا طلال. وكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسيرتنا اليوم. نشكر لكم كرم المتابعة. هذا طلال حاج وفريق الشارع الدبلوماسي في نيويورك ودبي، نستودعكم، وحتى الغد وفي نفس الموعد نترككم في أمان الله.